بمناسبة تخريج الدورة 30 قناصين ضمن دفعة الشهيد الفريق الركن سالم قطن مركز النصر جاهز لتنفيذ عرض مهاري. السلاح الوثيق الذي سيكون بإذن الله تعالى فوقه في نحر كل أعداء الوطن، مزيدا من التدريب والتأهيل، مزيدا من الاستعداد والجهوزية. سنمضي معا بإذن الله تعالى حتى تحرير كل شيء في اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور هشام بازغفان من نسق برنامج الملاريا بالوادي والصحراء. يسرنا في هذا اليوم أن نبدأ من حملة تدشين الرش الضبابي وإزالة البؤر والتوعية المجتمعية حول مكافحة حمى الضنك بمديريات الوادي والصحراء المستهدفة، اللي هي مديريتي سيئون وتريم بمحافظة حضرموت الوادي. طبعا يأتي هذه الحملة التدشين بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية، واللي يقوم عبر البرنامج الوطني للملاريا بالوادي والصحراء. طبعا نشكر جهود القائمين على البرنامج والجهود مثلا بالدكتور ياسر باهشم مثل البرنامج بالوزارة، ونشكر كذلك جهود مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء مثلا بالدكتور هاني العمودي على تسهيلاتهم ومساندتهم للبرنامج في حملته ومكافحة حمى الضنك.
طبعا الحملة هذه بتكون على مساراتها الثلاثة. المسار الأول مسار رش الضبابي بيستهدف المديريتين، مديريتي سيئون وتريم، ب 16 عامل رش عبر فريقين في كل مديرية، بيجولون أحياء المديرية سيئون ومديرية تريم والأماكن الأكثر بورة والتوالد للبعوض. والمسار الثاني بيكون على شكل مسار متطوعات تقيف للمجتمع من منزل إلى منزل عبر توعية الأسر وحول أهمية مكافحة المعوض الناقل لحمى الضنك. طبعا بنضمن أيضا المسارات للحملة هذه هو لقاء مع المؤثرين والإعلام والشخصيات الاجتماعية وخطباء المساجد وتعريفهم حول أهمية المشاركة المجتمعية والمساهمة في مكافحة حمى الضنك والتقليل من خطر الإصابة وانتشار والقضاء على البؤر لتوالد البعوض. في نهاية الحملة إن شاء الله نكون نقدم خدمة للمجتمع وتكون فعاليتها على أرض الواقع في تقليل وآثار انتشار حمى الضنك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحد المشاركات في حملة حمى الضنك. طبعا الهدف من مشاركتنا في هذه الحملة هو عبارة عن نشر التوعية وتثقيف الأهالي عن ماهية حمى الضنك وأيضا تعريفهم عن أماكن توالدها والنزول من منطقة إلى أخرى للمساهمة في الحد من تواجدها. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحملة التوعوية للوقاية من حمى الضنك تستهدف جميع مناطق مديريات سيئون، يشارك فيها 20 متطوعة. هذه 20 ستقوم بعمل توعية الصحية لمنازل مستهدفة وخاصة المنازل التي توجد بها بؤر توالد البعوض الناقل لحمى الضنك، ولا شك أنه ستترك أثر فعال في الحد من انتشار هذه الحمى التي قد أثرت على السكان في مديرية سيئون. ونتمنى من جميع الأهالي التعاون مع المتطوعات حتى نحقق الفائدة المرجوة من هذه الحملة. بطلة التحدي الموسم السابع والتي ستمثل ملك مسلم. تحية لها مرة أخرى. تحية كبيرة. تحية لملك. يكون
بطل الموسم السابع ياسمين سفنين. كانت هذه اللحظة حلما جميلا منذ زمن قريب، ولكن الحمد لله تحققت الآن وأكثر من ذلك لأتوج ببطلة تحدي القراءة العربي. أنا فخورة بنفسي، فخورة بأساتذتي الذين ساندوني. مندوبية قفصة، طيب حب نسألك العلم. أنا العلم نور به الناس تبصر، أنا العلم حي والناس تأتي وتدبر، أنا العلم تمضي العصور وتفنى ورايتي تعلو كما الشمس تظهر. نجح في توحيد الطلاب لغاية نبي السيد عبد الكريم. أنا هابياء بإنسان متوازن المواجهة للتحديات حونا للذهاب بسرعة واللازمة والمطلوبة في هذا الزمن، زمن العولمة. لازم نكرس كل جهودنا على أساس أن إحنا نبرز هاي اللغة ونبرز حق المطالعة والقراءة للطلاب وخاصة الأطفال والشباب أيضا، لأن بهالطريقة نحن نعطيهم المجال ونفتح لهم المجال للتفكير، نقودهم للابتكار والتميز. بالتحديد نقطة موسيقى من الذين انضافوا. رحب بجميع الحضور بمعالي السيد